الفنانة مجد نعيم، أهلا وسهلا فيكي معنا عبر فوشيا. أهلا وسهلا فيكم بفوشيا. بعيدا عن باب الحارة، هل في أعمال موسم رمضان أو أعمال عشارية هلا عم نشوفها منتشرة كتير؟ لا هلا مبدئيا ما في شيء. طبعا في عتب بهذا الموضوع، انه دائما ما بصير بحث على مين الممثلين، مين اللي قاعدين، مين اللي عم يشتغلوا. هلا في تقصير منا اكيد نحن بالتواصل وكذا، بس من كتر ما صارت القصه كتير ممجوجه وصاير في كتير شيء مزعج انا بالنسبه لي، فهذا الشيء مخليني خلص ابتعد، يعني مو ابتعد بارادتي، بس انه يعني انا ما بدق باب حدا، يعني شغلي معروف. والمفروض انه المفروض والواجب على شركات الانتاج انه بالفعل يبحثوا عن الناس اللي هي بتستحق، ما يكون بشكل عشوائي. يعني اليوم بيحكى كتير انه في اسباب لغياب وجوه كتير من الدراما السورية مثل ما قلتي، وتكرار وجوه كمان بشكل كثيف. اغلبهم بيقولوا انه الحق على الشلالية. اليوم لأي مدى انت عم تشوفي هاي الشلالية منتشرة بالدراما السورية؟ طبعا هلا في شلاليه صحيه وفي شلاليه ما انا صحيه. الشلاليه الصحيه بانه الواحد يشتغل مع الاشخاص اللي هو بيرتاح لهم، اللي هو بيعرفهم، بيعرف تفاصيلهم، هي كلياتنا ما انا ضدها. بس لما توصل المرحله لشلاليه بس مجرد مصالح وعلاقات وقصص، هي بتصير مزعجه يعني. طبعا وانت مثل ما قلتي، انت اكيد في شويه حق يعني على الفنان نفسه. قديش بتحملي نفسك مسؤوليه يعني قله اعمالك وانت يعني اكاديميه؟ بحمل حالي مسؤوليه، بس صراحه ما قدرت فوت بهذا الشيء، يعني حتى على السوشيال ميديا كتير مشاركاتي قليله، لانه بحس انه اي شيء بدك تقدميه حتى لو على السوشيال ميديا يكون في له مضمون. أما مجرد الاستعراض فصفت القصة، يعني ما أنا محببة بالنسبة لإلي. يعني أنا ما فيني أطلع أنه والله لو مجرد أني أظهر على السوشيال ميديا أو أعمل تريند أو جمع متابعين وكذا، بحس أنه لا، لازم يكون في شيء مضمون، يعني مضمون جوات الشيء اللي عم بتقدمي. اليوم بما أنك قليلة بالأعمال الدرامية، كيف بتقضي وقت فراغك؟ هلأ دائما بشتغل إذاعة أنا ودوبلاج بشكل مستمر، وباقي الأوقات بالبيت. يعني كلنا عن علاقتك بأولادك، هل أنت أم متسلطة بالحياة؟ أنا أم مسالمة كتير، حتى هن باعترافهم أولادي أنه ماما أنت كتير حبابي، بيقولوا لي حد ابني الصغير يعني بيقول لي ماما ما بعرف ليش بحسك رفيقتي، فأنا كتير بنبسط بهذا الشيء إنه بحسوني قريبة منهم يعني، وبحاول إني أعمل علاقة صحية بيني وبين الأولاد. الله يخلي لك ياهم يا رب. إذا نالك وصفي نفسك مجد نعيم بثلاث كلمات، كيف بتوصفيها؟ ثلاث كلمات بس الواحد يحكي عن حاله. هلأ أنا في ثلاث شغلات بآمن فيها. أول شغلة المحبة، تاني شغلة النقاء، ثالث شغلة قصر اللسان. هي آخر صفة أهم شيء اليوم. تماما أي يعني ما بعرف، هيك ميالي أكثر للروحانيات عن جد، يعني لأنه كتير بآمن بأنه المحبة بتصنع المستحيل، وفعلا لو أنه نحن عايشين أو عم نتربى أو عم نحاول كلياتنا نحب بعض، أكيد الدنيا بتكون بخير. عم شوفك محافظة على رشاقتك اليوم، هل بتمارس رياضة معينة؟ كيف بتحافظي على رشاقتك؟ والله هي نعمة من رب العالمين. ما بمارس رياضة، بس أساساً أنا رياضية يعني، بس ما كتير بحب الأكل. والحمد لله هي نعمة من رب العالمين. عم قلك اليوم بتلجأ إلى حقن البوتوكس أو الفيلر؟ لسه ماني عاملة شي نهائياً. طبيعي 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 100%. الفنانة مجد نعيم، شكرا كثير لك.